أين هي الدجاجة المشوية؟ استيقظي يا امرأة. ماذا تريد يا جحا؟ حلمت أنني مدعو إلى طعام لذيذ جدا. ماذا تريد مني؟ أريدك أن تحضري نظارتي لأنني لا أرى الطعام بوضوح. بكي. لا يفوتك شيء يا روشي. هل سمعت ذلك صوت يا جحا؟ أعتقد أنه لصن يريد سرقتنا. نامي امرأة، ما الذي سيسرق من هذا المنزل؟ نامي، أريد أن أتابع حلمي، نامي الآن. أعرفك أنانية، ستفوتين علي دعوة الطعام. لا تهتموا إلا بطنك ولا تهتموا بي رغم أنني خائفة من الناس. أنت مستاءة لأنك لم تدعي معي إلى الوليمة، لذلك ستحرمينني الوليمة بحجر اللص. سأقضي على ذلك اللص. أين أنت أيها اللص؟ اظهر وبان عليك الأمان. قلت لها لا يوجد لص ولكنها لم تصدقني. الآن أرى لومي. تبعا. فتش وابحث يا مرتاب تحت الكرسي وخلف الباب. فارس هادي يا أحباب أين تراه عني غاب؟ فارس هادي يا أحباب أين تراه عني غاب؟ يا أسفي فاتتني دجاجة وفواكه لي فيها حاجة. يا أسفي فاتتني دجاجة وفواكه لي فيها حاجة. فتش وابحث يا مرتاب تحت الكرسي وخلف الباب. فتش وابحث يا مرتاب تحت الكرسي وخلف الباب. ماذا ستفعل الآن يا جحا؟ من هناك؟ ما بك يا جحا؟ ما الذي تفعل في هذه ساعة متأخرة من الليل؟ لقد طال نومي لذلك خرجت لأبحث عنك. ماذا؟ ما بك يا رجل؟ أضحك. فهمنا. هل وضعت طعاما؟ وضعت لك جبنا وبيض وبعض أرغفة الخبز. شكرا لك. إذا وفقت في بيع الزيتون فسأشتري لك ما تريدين وستكونين في غاية السعادة. قلت لك توقف أيها الديك. سأبيع الديك، لقد أصبح عجوزا. السلام عليكم يا جحا. وعليكم السلام. نعم، ماذا تريد؟
المعذرة، أريدك أن تعير حمارك لمدة ساعتين فقط. أنا آسف يا جاري، الحمار خارج الدار الآن. عيب عليك يا جوحة، الحمار في الإصطاب، لا تسمع؟ عجبا، ما الذي أصابك يا هذا؟ إنك تعرفني منذ 40 عاما، فكيف تصدق الحمار ولا تصدقني؟ الحمد لله على سلامتي. هل تعلمين بأن الله تفضي زوجتي؟ أنا لا أفهمك يا جحا. سقط قميصي على الأرض، أرأيت؟ لو كنت بداخله سقطت معه. اطمئن يا جحا، بعد اليوم لا أغسل قميصك إطلاقا. أبي انظر، لو كان ذيك شابا لأمسكت به. الكذب يا أعزائي الصغار حرام، وهو صفة من صفات المنافقين، وفي الحديث الشريف آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لذلك يا أحبائي، يجب علينا أن لا نكذب أبا، وأن نكون صادقين مع الناس ومع أنفسنا. فعندما قال جهة لصديقه إنه خرج ليفتش عليه قد كذب، فهو لم يخرج ليفتش عليه، إنما تحجج بذلك لأنه خرج من منزله لعدم استطاعته النوم. وكذلك عندما كذب على جاره وقال له إن الحمار غير موجود، حقيقة أن الحمار كان في الإصطبل. لذلك يا أصدقائي، يجب أن لا نكذب أبدا، ونقدم المساعدة لمن يريد إن كان باستطاعتنا، خصوصا الجار، فهي من حقوق الجوار. اشتري لنا مزمارا. أولاد، سأشتري لكل منكم مزمارا، ويجب أن تدفعوا ثمنه أولا. خذ نقودي. مع السلامة يا جحا. مع السلامة. سر يا حماري سير دلال، إنك في مشيك مختار. سر يا حماري سير دلال، إنك في مشيك مختار. هو السوق سر في الحال، حتى نجمع بعض المال. سر يا حماري سير دلال، إنك في مشيك مختار. نعم، يبدو أنني صرت عجوزا، لم تعد لدي القدرة على مصارة السير. سنرتاح قليلا ثم نتابع السير. ما ألذ هذا التفاح؟ ماذا أفعل؟ أيها اللص، أدعي أنك نائم تحت شجرتي.
حينما يسرق ابنك التفاح؟ يا لك من مخالع، هيا استيقظ. لم تصرخ يا رجل، هضك كلب أم رفصك بغل؟ لا هذا ولا ذاك، لقد شجعت ابنك على تسد الشجرة. إنه هناك علي، انظر. وماذا حدث لشجرتك؟ لم يحدث شيء، فقط ابنك يوشك أن يقضي على التفاح. إنني لا أرى ولا بل أرى بلبلا جميلا انظر. ماذا؟ بلبل؟ ولكني لم أرى بلبلا على هذا الشكل. لقد رأيته الآن، لا تظلمني ثنية يا صديقي. هكذا إذن؟ إذا كان هذا بلبلا لماذا لا تطلب منه أن يشدو بصوته؟ أريد أن أسمع صوته. هيا غرد يا بلبل، اقتنع هذا الرجل. ولكن ألا تسمع صوته مبحوح؟ يلزمه أن يأخذ بعض التفاح كي يصفو صوته ويشدو بأعب الألحان. يا بلبل، لقد أخطأت في اختيار مكان، يجب أن تغرد في مكان يقدر فيه التغريد. هيا يا بني لنغرد في مكان آخر. لو أني صبرت قليلا لحصلت على البلبل. ما استنتجناه من هذه القصة أن ابن جحا قد قام بأكل التفاح من مزرعة ليست له دون استئذان من صاحب المزرعة، وهذه تعتبر سرقة. وعندما واجه صاحب المزرعة جحا بما فعله ابنه، تستر جحا عليه واعتبرها شيئا عاديا. لقد أراد جحا بهذه القصة أن يخبرنا بأن الحصول على مال الغير دون استئذان يعتبر سرقة، والسرقة يا أعزائي الصغار حرام، كما أن من يتستر على السارق يعتبر شريكا له في السرقة ويحاسب عليها. جحا، لا ترون ما الذي تفعله بهذه الملعقة؟ إنني أصفي الماء لأدقه وأشرب. سمحك الله جحا، ما الذي تقوله؟ وهل يدق الماء؟ نعم الماء يدق فقط عند جحا. زيتون، تعالوا لدينا زيتون. تعالوا واشتروا الزيتون. ما بك يا حماري؟ ما بك؟ تعالوا واشتروا الزيتون. توقف حماري العزيز، ما بك؟ ما بك؟ لدينا زيتون فاخر، هلموا يا ناس. ما بك يا حماري؟ أخبرني. اسمعني يا صاحبي، يجب أن نتفق منذ الآن، إما أن تبيع أنت أو أبيع أنا، ما رأيك؟ أقنعته وأفهمته.
سأسألك سؤالا يا جحا، هل ينبغي نسير خلف التابوت أم أمام التابوت؟ المهم ألا تكون بداخل التابوت. أعلى وشاهد هذا الطائر النادر. سأذهب لأرى. قل لي يا رجل، بكم تبيع هذا الطائر؟ بعشر قطع ذهبية لا تنقص واحدة. ما الذي أسمعه؟ طائر بحجم اليد وتبيعه بعشر قطع ذهبية؟ وهل بيعه لك بخسارة تسع قطع؟ لن أعطلك، لا أريد شراء هذا الغراب. هيا تعالوا وتذوقوا الزيتون الفاخر. هيا تعالوا، قطاعتنا ستعجبكم أحمن. تفضلوا، الفرجة ببلاش، شاهدوا ولن تندموا. بكم تبيع هذا تلك العجوزة؟ لأنني أريد شراءه. بعشر قطع ذهبية. ما الذي تقوله يا جحا؟ وما كان الديك الرومي بعشر قطع ذهبية؟ ولكنني شاهدت ببغاء بحجم الكف يباع بعشر قطع وديكي أكبر. ولكن يا جحا، الببغاء لا يقارن بالديك الرومي أبدا. ولماذا لا يقارن به؟ الببغاء يتكلم مثلنا. كان الببغاء يتكلم فديكي إذا فيلسوف ومفكر. لن يغلب أحد. خذ هذا المال وشري لنا لحما، ثم قل لأمك كي تعد لنا بعض الشواء، فأنا أحب اللحم مشوية بشكل لا يقدر بثمن. أمرك جحا، هل لك أن تقرأ لي هذه الرسالة؟ فأنا لا أعرف القراءة أبدا. هات الرسالة. خذها لغيري، فأنا غير قادر على قراءتها الآن. لماذا تريد أن تخدعني يا جحا؟ ما دمت لا تعرف القراءة، فلماذا تضع عمامة المعلمين على رأسك؟ من أين يعتني هؤلاء الحمقى؟ ما دامت المسألة محصورة بالعمامة، فلما لا تأخذ عمامتي وتقرأ الرسالة وتخلصني من غبائك؟ خذ بسعر الفجر يا بطيخ. أهلا وسهلا. هل تبيع هذا الحمار يا جحا؟ لم أفكر في ذلك. هل تعلم أن حمارك شرس؟ أعلم. سوف أتأكد بنفسي يا جحا. أريد عمي. قلت لهما لم أفكر في بيع الحمار، ومع ذلك أرغماني وحصى الحمار، فمن الحمار الآن؟ هل لكم أن تخبروني؟ ما دمت رجلا مثقفا، أخبرنا أين هو منصف الأرض. وسط الكرة الأرضية تحت قدمي تماما. هذا غير ممكن. كلامك غير معقول أبدا. بصراحة أنا أصدق. إذا لم تصدقوني قيسوها. أريد منك خدمة يا سيد محروس. مرني، أنا في خدمتك. هل لك أن تحرس بضاعتي ريثما أقص شعري؟ وسأكون لك من الشاكرين. لا تقلق، سأحرسها لك. دقيقة من فضلك. ماذا؟ أنا في عجلة من أمري. هل رأيت ولدا يحمل وعاء مملوءا بالحلوى وكان مرا من هنا قبل قليل؟ لا، لم أرى حلوى يا صاحبي. هل تقصد يا جحا بأنك لم ترى الولد؟ لو أكلت الحلوى لرأيته. إيه؟ يقول حلوى. مم. مم.
جارنا يضع هوة لذلك الثور الذي تسمع صوته، إنه يتألم قليلا. ظننت أن غبيا مثلي يقوم بحلاقة شعره عند حلاق يشبهه. أرسلني أبي وهو يقول لك اجوي لنا هذا اللحم. كيف يرسلك أبوك وحدك؟ ألا يعرف أن قطط تسرق اللحم من الأولاد؟ هل عندنا ضيوف؟ الناس غريبة ولا يرون بشيء أبدا. ولماذا يا صاحبي؟ في الصيف يشتكون من الحرارة وفي الشتاء يشتكون من البرودة. لو أن الفصول كلها عربية ما اشتكى أحد أبدا. ما هذا الذي يدك يا رجل؟ إنه نوع من طيور ويسمى اللقلق. ألا أعرف اللقلق حتى الآن؟ إنه طائر معروف جحا. ناولني مقصك يا صاحبي. الآن أصبح بطة. ماذا أفعل؟ لابد من شيء لزوجي ولابد من تقديم الطعام للضيوف، ولكن ما أقول لجحا؟ ابتعدي من هنا أيتها القطة. وجدتها. سعدا سعدا بسعر الفجر يا تفاح. ماذا؟ سجاد هندي، سجاد هندي. أعطني ذلك المزمار من فضلك. سجاد ببلاش. تفضلي. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا لك يا سيد محروس، لقد حافظت على بضاعتي بشكل جيد، انا ممتن لك. لا قل هذا يا جحا، فالجار للجار حتى ولو جار. أهديك. يبدو أنني لا تمكن من بيعك هذا اليوم، وستعود إلى البيت معي. شكرا على هذه القهوة الكريمة. كان طعاما لذيذا. لا تقول ذلك، المنزل منزلكما وأهلا بكما دائما. من يدفع يزمر، ها هو القانون.
حافلا بالمفاجآت، وقد بعت كمية الزيت كلها، والآن أحضر اللحم المشوي فأنا جائع. لحم؟ بماذا تبتدين؟ هيا تكلمي يا امرأة، ما بك تحركي؟ أنا جائع جدا، ألم تسعي؟ سأقول لك وليحدث ما يحدث. أرى هذه القطة يا جحا. ما بها القطة؟ انتبه قليلا سوف أقول لك يا جحا. لقد كنت في الخارج وفي غيابي أكلت القطة اللحم. نعم. يا لها من قطة مؤذية، أكلت اللحم. إن سأعاقبها أجل العقاب. هيا يا بني أحضر لي الميزان فورا. حسنا. أحضرته يا أبي. الآن استشف الحقيقة. انظري، وزنها مقداران. وزن اللحم اللي أرسلته هو مقداران، وبالتالي يجب أن يكون وزن القطة 4 مقادير لأنها أكلت اللحم، أليس كذلك؟ أم أنني أخرف يا زوجتي؟ صدقني صدقني يا زوجي، لا أدري كيف يحدث هذا. لا تستغربيني يا امرأة إذا كان وزن القطة مقدارين ووزن اللحم مقدارين، فهل لك أن تخبريني أين تبخر المقداران؟ رأسي. ما بك؟ ما الذي أصابك؟ يبدو أنني أصبت بصداع فاجئ. يبدو أن اللحم هو السبب في صداعك. سأعطيك العلاج المناسب. مرت الألم لضرسي فخلعته فزال الألم، فافعلي مثلي. اخلعي رأسك وسترتاحين، صدقيني يا امرأة. الاستخفاف بالناس والادعاء بما لا نعرف شيء مكروه وغير مستحب. إن الأمانة والتواضع والتعامل الحسن مع الناس هي من صفات المثل الأمين. يجب علينا أن لا نستخف قول الناس وأن نتكلم عن أشياء ليست حقيقية ولا نعرف بها. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، فما نعرفه نتكلم به، وما لا نعرف نعتذر عنه. ومن ائتمنك على شيء يجب أن ترده كما ائتمنك عليه، وكما فعل السيد محوس عندما حافظ على بضاعة جحا بابه. وقول الصدق مهما كان هو حبل النجاة، فحبل الكذب قصير، قصير جدا. وداعا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من نوادر جحا. يقول الديلي إخوتي الآن سأروي